يس، أنا كلش فرحانة لأني حورية البحر، حتى قريتي كلش حلوة وأمون. إحنا كنا حوريات بحر، حتى قريتنا ما بيها أي شي وما بيها أي شرير. بس يلا صار لازم أرجع المي، بس أنا صحيح تذكرت أني عندي هذا الماء، هذا الماء كلش يفيدني. أني كل ما أشربه ما أتأثر، حتى إش قد صرت بعيدة عن الماء أني ما علي أي شي. يوه هذا كلش يفيدنا، إحنا كل حوريات البحر قاعد نستخدمه. بس يلا صار إيش راح أسوي؟ أنا صحيح تذكرت واني ملك حوريات البحر طلبني وقال لي محتاجك من الصبح، وانا محتاجك بموضوع كلش مهم، وبس ما اعرف حتى شو هذا الموضوع المهم. بعد يلا خلي استعجل وشوف ايش يحتاج من عندي. بس وين الملك؟ روني صحيح يا روني، انا قاعد اشوفه. صباح الخير يا ملك. اهلا اهلا روني الحورية، اسمعيني زين يا روني، اريد اطلب من عندك طلب وانت لازم تنفذي، واريدك تجين وياي. يلا تعالي. بس شنو يا ملك، شنو الصاير؟ اللي هو موضوع كلش خطر. شوف اسمعيني، اللي صار انه انا راح اروح الى قرية ثانية هي حوريات بحر، واللي هجموا عليهم الاشرار، واني لازم اروح واقاتلهم. ليش نجموا عليهم الاشرار؟ يا صحيح يا ملك، انت مقاتل قوي وانت لازم تنقذهم. اي طبعا، بس اسمعيني رانيا، انا طلبتك انت لان انت الوحيده اللي قويه بهاي القريه وتقدرين تحمين بقيه الحوريات. طبعا طبعا، انت ايش راح تطلب من عندي يا ملك؟ انا راح اسوي اي شيء. اسمعيني زين، اكون انا شيء كلش مهم واني محتفظ بيه حتى ما حد ما يعرف بمكانه. اي شيء كلش مهم؟ وبس ما قاعد افتهمك يا ملك، شنو هذا الشيء المهم؟ شوف اسمعيني، اكو شيء هنا، اني هنا اكو كريستاله ضامه بهذا المكان. اي مكان؟ بس ها شنو المكان؟ انا هنا ما قاعد اشوف اي شيء، شنو هنا موجود؟ شوف اسمعيني رانيا، بس راح افتح هاي البوابه. واه بوابه. يلا تعالي وياي على السريع، يلا ادخلي لهذا المكان. اوكي انا جيت، بس اني اول مره اشوف هذه البوابه، توقعت انه هذا بس مكان ديرت، ما توقعت اكو بوابه. اسمعيني رانيا، اكو هنا هاي الالماسه السحريه، اني ضامه بهذا الصندوق. شغل اشوف. واو هذا الكريستالي. اني سمعان هذا الكريستالي، بس اني اول مره اشوفه بحياتي. اسمعيني رانيا، هاي الكريستالة لازم نظل احنا محتفظين بيها، ولازم من نعطيها لاي احد، لان اكو ساحره شريره وقاعد تبحث عنها، واذا عثرت عليها راح تقدر تسيطر على كل العالم. شنو قصدك؟ اذا اخذت هذا الكريستالي راح تسيطر على العالم؟ اي طبعا. اي طبعا طبعا، احنا اصلا من نطالي كريستالي لاي شخص شرير. اي زين تسوي رانيا، يلا هسه احنا لازم نخرج من هذا المكان، ولازم ما حد ما يعرف هذا المكان بس انتي تعرفين. طبعا طبعا يا ملك، اكيد ما حد ما راح يعرف هذا الموضوع بس اني. يلا خلنا نطلع. اسمعيني رانيا، انت الوحيده اللي عرفت بمكان هالكريستاله وما حد ثاني يعرف بهذا المكان، ولهذا انا راح اعتمد عليك انه تحتفظين بهالكريستاله. طبعا طبعا يا ملك، انت اصلا لا تهتم ابد، انا راح اعتني بهذا المكان حتى ما اخلي اي شخص يتقرب اليه. كل الزين، والثاني جي الوقت انه اروح ادافع عن بقيه حريات البحر. يلا خلو استعجل. يس الملك روح، بس وصلنا على هذه الكريستاله ولازم احافظ عليها حتى ما اخلي اي شخص يتقرب، احتمال يكشفون هذا المكان السري. بس هسه ايش راح اسوي؟ صحيح هسه لازم اروح حتى العب ويا بقيه الحوريات. بام. يس انا بديت اتقرب للقصر مالتي. ولازم ادخل هذا القصر حتى بعد اتفقد القمر. يا طبعا انا عندي شغلات كل شوي لازم استكشفها. خل افتح الباب. يا هذا القمر موجود، لكن خل اروح واساله. واو اهلا يا قمر، شوف اسمعني يا قمر، انا جيت اسالك شنو اللي صار بالكريستاله، وين لازم اعثر على مكانه حتى بدي اعرف هذا ملك حوريه البحر وين موجود. اسمعيني سيدتي، أنا بحثت عن هالكريستاله واني عثرت عليها بمكان، بس وين هذا المكان؟ هذا مكان حوريات البحر. مكان حوريات البحر؟ واكو حوريه بحر اسمها رانيا، هي محتفظه بهالكريستاله. شنو؟ لا مستحيل. بس شوف اسمعني يا قمر، انظر تعرف ملك حوريه البحر اللي سمعت عنه راح يروح لغير قريه، وانت لازم تعرف لي هذا الشيء، اللي هو صدق ابتعد. صحيح سيدتي، هذا الملك ابتعد وراح الى مكان بعيد حتى يحمي حوريات البحر البقيه، وسبقت رانيا هي الوحيدة اللي تعرف مكان الكريستالة. شنو؟ هذه حورية البحر، رونيوني إلها لازم أقضي عليها، وبعد أخذ هذه الكريستالة إلي، حتى بعدها أقدر أسيطر على كل العالم. يس انا طلعت من القصر مالتي، حتى القمر ساعدني وقال له هالكريستالة موجودة بقرية حوريات البحر. حتى جبت هذا البوشن المسموم. اي طبعا، ولازم اتخلص من هذا البنت حتى هاي الكريستالة تصير الي. لعد يلا خل استعجل.
شوفوا اسمعوني، انا بدي ادخل البيت مالتي، انتوا ليش تمنعوني؟ شوف اسمعني ابن جيجي، انت فقير حتى ما عندك اي دايموند، كل ما نقول لك ادفع فلوس الاكل حتدفع فلوس الاجار ما قاعد تقبل، انت لازم تطلع من هذه القريه، يلا روح ابتعد. شنو؟ اي طبعا، انت اصلا فقير واحنا نريد فقراء بالمدينه، يلا ابتعد على السريع. يلا ابتعد جيجي، يلا روح. شنو يعني راح تطردوني من المدينه؟ بس انا ما اعرف وين راح اروح، احنا ما لنا اي دخل، يلا مش ابتعد وكافي تبكي، احنا مستحيل نقهر عليك، يلا روح. لا لا لا، انا راح اروح ما يخالف، يلا خلني اروح. يا ساني ابتعدت عن هاي القرية، أنا كلش قمت أكرههم لأنهم طردوني من المدينة حتى ما أعرف وين راح أروح. بس الآن أكو نهر، حتى أنا كلش جوعان، ما أعرف إذا أكو سمك هنا أو لا، بس لما يجينا السمك لازم أروح إلى مكان بعيد حتى أحصل على السمك، لأن كلش جوعان ولازم أستعجل على السريع، يلا خلني أركب. يا ساني قاعد أراقب القرية بس ماكو أي شيء، قريتنا أمان، زين شو راح أسوي أني؟ حتى لعبت ويا كل حرية البحر حتى كلش تونست. بس الساني لازم أروح، صحيح تذكرت أني أحسن حل أن أروح ألعب ويا الأسماك البقية وأكيد راح أتونس، أصلا الكريستال مو علي أي شيء لأن قريتنا أمان حتى ماكو أي أشرار. بس وين راح أروح؟ يا صحيح وهنا البحر موجود، لعد يلا خلي أروح وأسبح، يلا يا أسماك وينكم يا أسماك؟ بس أكيد راح يجون الأسماك حتى راح ألعب وياهم. يا ساني جيت شو شريرة يوروني، انا جا الوقت اللي يقضى عليك. شنو انا شريرة؟ بس انا مو شريرة، تشتري من عندي انت كده الساحرة مو صحيح؟ يا طبعا انا الساحرة وجيت الوقت اللي اقضى عليك حتى بعد الكريستالة صار لي، لا لا مستحيل هاش قاعد يصير بي، اكيد راح اموت، ساعدوني ساعدوني. يا ساني كلش فرحانة. أنا متأكدة قضت على هذه رانية، إي طبعاً يا شمرت علي هذا البوش المسموم، وأكيد راح أتخلص من عندها، وبعدها راح أدخل البيت مالتها، وأكيد راح أترعى الكريستال موجودة عندها. يلا صار لازم أراقب من بعيد، وبعد نصر الليل أروح أروح وأخذ هذا الكريستال، لعد يلا خلي أستعجل. يا ساني قاعد بهذا المكان وقاعد انتظر السمك، بس معقول يكون هنا ماكو سمك؟ بس ساني كله جوعان ولازم اعثر على سمك، بس ايش قاعد يصير؟ هاي اكو فتشي حملاق علاقة بالسنارة، احتمال تكون هاي سمكة، يلا اسحب اسحب يلا اسحب. ايش قاعد اشوف؟ لا 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 مستحيل، لا لا مستحيل، ساعدوني ساعدوني ساعدوني. انتي صحيح انتي؟ معقولة تكوني انتي حورية بحر؟ بس ليش جلونش متغير؟ انا مسمومة، هذه الساحرة الشريرة سممتني، ساعدوني. وحي اسمعيني، اخذي هذا الحليب، انا عندي هذا الحليب. هذا شنو هذا يفيدني؟ يلا خلي اشرب وشوف ايش راح يصير. اي صحيح أني صرت زينة، حتى أحس إن أني راح من عند السم يكون زين. واو، بس معقولة تكوني أنت حورية البحر؟ أني سامع عنها بالقصص وأني أول مرة أشوف حورية بحر. واو، شوف اسمعني أني كلش أشكرك أنت ساعدتني، أنت شو قدرت تعطيني هذا ما أعرف شو هذا المشروب حتى نقذني وراح من السم. أعطيتك هذا الحليب وهذا الحليب يعالج من كل السموم. يا أني كلش أشكرك. شوف اسمعني يا بشري، أنت مسوي لأي شيء مو صحيح. شنو؟ وش لا تقصدين أنه أني بشري شرير؟ أصلاً أني مو شرير، أني كلش مسالم. هاي كل الزين. بس أساني كلش فرحانة، حتى أنا أشكرك مرة ثانية. بس أساني يصرب قناني، لازم أرجع للقرية مالتي. شو القرية مالتج؟ بس باحي سمعيني، أنت ما تعرفياني صار وياي، أنا ذولا قريتي الأشرار طردوني من البيت مالتي. طردوك من البيت؟ بس شو السبب طردوك من البيت؟ شوف اسمعني، أني فقير حتى ما عندي دايموند ولهذا طردوني. أساني ظلتي ناب بعدي حتى ما عندي مكان أروح له. ما عندك مكان؟ يعني شنو قصدك انه تريد تجي القريه مالتنا؟ باحي اسمعيني، اذا قبلت تدخلوني القريه مالتكم انا كلش راح افرح. وشوف اسمعني، انت بما انه ساعدتني انا كلش اشكرك، بس الثانيه ما راح اساعدك وراح اخذك القريه مالتنا حتى اذا تريدنا نعطيك بيت. شنو؟ راح تنطوني بيت بالقريه مالتكم؟ انت حتى على وراي على السريع، وهسه راح ادلك على البيت مو على القريه مالتنا حتى انا كلش قريبه، يلا تعال وراي على السريع، يلا استعجل. اوكي اوكي. يا ساني قاعد اراقب القرية حتى هذا قاعد اشوفه بيترانية. يا ساني كوش تقربت وكيد هي الجو راح تكون عدي، بس هاش قاعد يشوفونه؟ لا مستحيل، هاش قاعد يصير؟ هذه رانية رجعت القرية، شلون يصير هذا الشي؟ قامت اقدش مرت علي هذا البوش المسموم، بس هاشنو هذا وياها بشري؟ ولا لا مستحيل، حتى ما اعرف ايش قاعد يصير. ومن بعد ما يسرب قناة لازم اروح القصر مالتي حتى راح اشوف هذا القمر اللي عندي، ولازم يقول ايش قاعد يصير. لحد
يلا سوني خلي استعجل، يلا خلي اروح. يلا تعال جيجي، احنا تقربنا على قريتنا، قاعد اشوف هي قرية حرية البحر. اوه لا مستحيل، هاي القرية اسطورية، حتى احلى من القرية مالتنا. هاي جيجي عجبتك؟ تعال شوف جيجي، حتى هنا عندنا بيوت كل شوية، واي بيت راح يعجبك راح اعطيه لك. بس واحد اسمعني رانيا، انت شلون قادرين تعيشون خارج البحر؟ انا اعرف ان حوريات البحر يعيشون بس بالمياه. اي صحيح جيجي، احنا قبل كنا نعيش بس بالمياه، بس هسه احنا صرنا عندنا بوشن ونقدر نشرب هذا البوشن حتى نقدر نطلع خارج المياه. اوه هذا كلش حلو، بس رانيا انا متحمس انه راح يصير عندي بيت. طبعا طبعا، شوف انه بيوت اصلا ما بي احد، اذا تريد انت راح تسكن بيه، انت شنو رايك؟ اي اوكي رانيا، انا راح اختار هذا البيت. شوف هذا البيت كلش حلو واكيد راح يعجبك. اي طبعا طبعا، اصلا هذا البيت اسطوري، حتى احلى من بيتي ذاك المعفن الديرت، هذا البيت كلش حلو. لعد يلا جيجي، هسه راح اشوفك كل القريه، لعد يلا تعال استعجل حتى اشوفك كل القريه وكل حريات البحر، حتى راح اشوفك بيتي. تعال شوف هذا البيت هنا مالتي كلش قريب، بس اوني بيتي اكبر بيت بالقريه كلها. يا معقول يكون هذا البيت مالتج؟ صدق هذا البيت اسطوري مالتج. بس تعال تعال قبل اروح الجهه الثانيه، قاعد اشوف هذا التمثال، هذا اللي صنع القريه هو اللي سواها، هذا ملك حريات البحر. ملك حريات البحر؟ اي طبعا طبعا، هذا كلش حلو، حتى عنده سيف اسطوري. طبعا طبعا جيجي، ابو هذا حور البحر، هذا اكبر حور البحر هو اللي صنع هذه القريه، حتى هو دائما كان يساعدنا ويغض على كل الاشرار الموجودين بالقريه. ثاني عرفت، يعني انت عندكم هذا الملك هو يحميكم. طبعا طبعا، بس يلا تعال ويا عجي الثانيه حتى اشوفك بيت اللي اني ساكنه بيه وكذا راح يعجبك. يلا تعال جيجي وراي. اوكي اوكي يلا تعال جيجي، هسه احنا تقربنا قاعد اشوف هو هذا بيتي. حتى راح اشوفك هذا البوشن اللي عندي، هذا البوشن كل ما نشربه احنا ما يصير عليه شيء حتى نبقى خارج البحار. ثاني عرفت، بس هاي صوركم كلش حلوه، انتوا عايشين بالبحار وهاي اماكن اسطوريه. طبعا حتى هذه بيتي وهاي كل صوري الموجوده هنا، هاي كلها حوريين البحر حتى حوريات البحر. اي صحيح، بس صدق ذكرتي رانيا، انا اعرف ان حوريات البحر عندهم دايما عندهم كنوز، صحيح هذا الشيء لاني سمعه بالقصص؟ اي طبعا طبعا، اكيد احنا عندنا دايموند ما يخلص، حتى من استفاد من هذا الدايموند ودائما نجمع مكونات ونحميه. شنو؟ تجمعون دايموند؟ طبعا حتى بعض الاحيان نضوج من عندي ونتخلص منه. لا لا لا، بالبحار. لا لا لا، شلون تتخلصوا من الدايموند؟ اصلا هذا الشيء كلش اسطوري، هذا الشيء ممكن يحولني الى غني. الى غني؟ ويعني شنو غني؟ ما قاعد افتهمك. لا تعرفوا شو الاغنياء؟ يعني يصير عندي بيت اسطوري، ويصير عندي سياره، ويصير عندي كل شيء اريد. وجيجي بعد ما افتم عليك، لعد يلا تعال هسه، انت لازم تروح البيت مالتك حتى بعد تخلي له اثاث حتى كل شيء جاهز. اوكي اوكي رانيا، بس يلا لازم استعجل واروح البيت مالتي، يلا خل اركض. يس انا رجعت القصر مالتي، بس انا لازم احكي هذا القمر، انا اعرف ايش قاعد يصير. انا رانيا تخلصت منها، شو رجعت من جديد، يلا خل ادخل واسال القمر. يا قمر يا قمر. نعم نعم سيدتي. شوف اسمعني، انا بعد ما تخلصت من رانيا شمرت علي هذا البوش المسموم، بس بعد اللي عثرت على رانيا عايشه ما بي اي شيء، شلون قاعد يصير هذا الشيء؟ اسمعيني سيدتي، اللي صار انه اكو شخص بشري اسمه جيجي، واللي قدر ينقذها ويرجعها للحياة. شنو؟ جيجي قدر يرجعها للحياة؟ وبس انا هالمرة مستحيل اسكت، لازم استدعي وحش من وحوشي. اي طبعا، انا عندي اصلا التنين المائي، حتى عندي القرش هو اللي راح يقطع عليه، انا متأكدة. بس بدا ما راح استدعي، صحيح انا اعرف من راح استدعي. يا سوني كلش فرحان، لأن البيت مالتي جهز. بس هما جابوا لي كتب كلش هواية هاي عن حوريات البحر، بس سوني شو اسوي بالكتب؟ أنا عاجبني أطلع وألعب وأتونس. يلا خل استعجل على السريع، بس حياتهم قاعدين ويوم النهر أنا لازم أركض على السريع حتى أسبح وياهم. يلا خل استعجل، مرحبا يا حوريات البحر، يلا هوب. كلش حلو، ساشنو أنا بديت أغرق، ساعدوني راح أغرق، ساعدوني. يس انا قاعد اراقب جيجي، حتى جيجي ما يعرف يسبح، فمزين حوريا ساعدوا وطلعوا من البحر، انا كلش فرحانة. يا رانيا اسمعيني يا رانيا، هذا البشري انت اللي جبتيه للقرية، احنا ما نريده داخل القرية. البشري؟ اي طبعا، انت تعرفين انه هذا جيجي البشري، هذول البشر كلش خطرين واحنا ما يصير نجيبهم للقرية. شوف اسمعني يا حور البحر، انت ما تعرف اصلا هذا البشري هو اللي ساعدني هو اللي نقذني، انت ما تعرف شو صار بيه. شنو؟ هو اللي انقذك؟ إيه
طبعا هذه السحرة الشريرة ردت تقضى علي، حتى شمت علي بوشن مسموم، بس هو اللي ساعدني وطوني مشروب حتى بعد هاني صحيت وصرت زينة. لحد الثاني عرفت، بس مع هذا رونيا احنا لازم نكون كلش حذرين، لان ذول البشر كلش خطرين وحسي واحتمال يعرفون مكاننا. لا لا شوف اسمعني، انت اصلا تهتم؟ اصلا هذا جي جنبين علي انسان كلش طيب، ابدا تهتم، او متاكده هو ما راح يسوي اي شيء. اوكي اوكي لحد اروح استعجل روح للماي، يلا خلو روح. يس انا كلش فرحانه، وبس انا يوم كلش تعبت لازم اروح لغرفتي وارتاح، يلا خلو روح. يسمعوني يا حورية البحر، صحيح انتو انقذتوني من هذا الماء، بس اني ما اعرف اسبح لان اني مو حوري بحر، بس بعدتم تعرفون ان اني مقاتل كلش محترف. مقاتل محترف، وبتجي احنا سمعنا من رانية انه انت طردوك من القرية، صحيح هذا الشيء؟ شنو طردوني؟ ولا لا انتو ما تعرفون، اصلا اني ما حد يستطيع يطردني، اني اصلا كرهت القرية مال بشر، ولهذا خرجت من هناك وعجبتني القرية مالتكم. كل زين، لا شوف جيجي اصلا احنا قريتنا تحتاج مقاتلين، بما انه انت مقاتل كلش قوي اكيد راح تدافع عنا. طبعا انا مقاتل اسطوري. يس صار الصبح وانا قاعد انتظر هذا اليوم. اي طبعا راح اقضى على هذه رانيا حتى بعدها احصل على الكريستاله، والكريستال راح يصير الي. يلا سأجل الوقت حتى استدعي هذا القرش، طبعا لازم استدعي ولازم اتخلص من رانيا. بعد يلا خلي استدعي، يا قرش العملاق يا قرش العملاق انت لازم تحضر، يلا احضر. واي وين هذا القرش؟ معقول راح يتأخر؟ جيت نعم يا سيدتي. كل زين، شوف اسمعني يا قرش، انت ما تعرف انا محتاجتك مهمة كل الصعبة، وانت المر لازم تساعدني ولازم تقضي على حرية البحر روني، لهذا احتل الكريستالي ولازم احصل على هالكريستالي. نعم يا سيدتي، انا راح انفذ اوامرك وراح اروح على مدينة حوريات البحر واقضي على هاي حورية البحر. يعافي عليك يا قرش. لحد يلا روح استعجل، انت ما صرت تأخر، يلا روح. اي نعم. ايوه واخيرا راح اتخلص من روني للابد، والكريستال راح تصير الي. يس انا جيت من الصبح وراح اروح على بيت رونيا، لان انا ما اعرف سباحه وبس هم يسبحون بهذا الماء، انا عاجبني اصير سباح مثلهم. بس انا اقول لهم هم يعلموني، ولا لا لا احسن حل انا اقول لرونيا هي تعلمني على السباحه، يلا خل استعجل. بس ايش قاعد اشوف؟ لا مستحيل، هاي نون اكو اسلحة اسطورية. اي صحيح هذا سيف الدايموند وهذا الرمح الاسطوري، واش كت حلو هذا الرمح، خلي اشوف هذا. اي بوب. يلا خلي اجربه نشمرنا، يلا روح يا رمح. بوب بوب هذا كلش اسطوري حتى عجبني. يس انا تقربت على مدينة حوريات البحر، انا لازم اعثر على حورية البحر رانية واقضي عليها حتى وراها سيدتي تقدر تاخذ هاي الكريستالة. ولازم استعجل على السريع، يلا خلنا استعجل. يس انا جيت لهذا المكان وقاعد انتظر، بس انا كل الضجة لملك حوريات البحر كلش تأخر، حتى قال راح ادافع عن ذي القرية بيها حوريات بحر كل شوية، بس يلا سنة خل ادخل البحر من بعدها اسبح، يلا خل اسبح. بس هاش قاعد تشوفوني؟ ما هاش قاعد تشوف؟ مستحيل. أنا جيت وراح أقضي عليك، أنا أقوى قرش بالعالم. شنو؟ لا مستحيل، ساعدوني ساعدوني. واو أنا كلش فرحان، دي الأسلحة هنا أسطورية. ساعدوني ساعدوني. هاش قاعد أسمع؟ هاي يمكن صوت رانيا، هي صحيح هاي رانيا، بس همين قاعد تطلب مساعدة، أنا لازم استعجل. شنوك قرش؟ لا لازم اروح انقذ على السريع، يلا خلنا نركض. ساعدوني ساعدوني. يس توني جيت رانيا، شوفي بدك تهتمين انا راح اقضي عليك. يلا تجي على القرش على السريع، يلا اقضي عليه. يلا تعال يا قرش انا راح اقضي عليك، يلا هوب. اي بوب. انا قدرت اقضي على هذا القرش. شنو قضيت عليه؟ طبعا وجيجي كلش قوي، قضى على اقوى قرش بالعالم. اي طبعا لان اعرف هذا القرش كلش قوي. عافية عليك جيجي. واو. ولا لا يا قمر ايش قاعد يصير؟ شلون قدروا يتخلصوا من هذا القرش؟ شلون تخلصوا منه؟ نعم سيدتي، هذا البشري جيجي قدر يقضي على هذا القرش، بس انت بدها تهتمين، انت عندك التنين المائي وهذا اقوى، متاكد راح يقضي على هذا البشري. مستحيل، هذا البشري مستحيل، اسكت له، لازم انتقم منه وتخلص منه للابد، حتى بعد راح تخلص من رونيا.
طبعا المرة مستحيل اسكت، انا لازم اروح وسط التنين المائي حتى يتخلص منهم اثنينهم. يلا خلنا نطلع. يعفي عليك جيجي، انا كلش فخورة بيك، انت هالمرة الثانية قاعد تنقذني. اي صحيح روني، بس انا اريد اسال، هذا القرش شلون قدر يجي لهذا المكان؟ هنا ما متواجد اي قروش. وانت ما تعرف، انا متاكدة هاي السحرة الشريرة هي اللي ارسلت الي حتى تقضي علي. شنو يقضي عليك؟ اي طبعا. بس هاي الساحرة حتى شو تريد من عندك؟ انت ما تعرف جيجي، احنا موجود بقريتنا، عندنا هالكريستالة، وهالكريستالة اي شخص شرير يحصل عليها يقدر يسيطر على كل العالم حتى يقدر يقضي علي. كريستاله؟ بس باحروني اذا حدكم هالكريستاله، انت لازم ابد ما تنطيهم اياه ولازم تحتفظين بيها. طبعا جيجي، شو جيجي، حتى انا قلت لك بهذا الشيء، ننتبه عليك انسان طيب وكنت راح تساعدنا اذا وجب علينا شخص شرير. اي طبعا طبعا، انا وعدكم راح احمي هالكريستاله مثل ما انتم تحموها. طبعا طبعا، بس شو جيجي هسه اجى الوقت اللي اشوفك هذا المخبأ السري الموجود بالكريستاله، يلا افتحي يا باب. واو، لا مستحيل، هاي اكو بوابة سرية هنا. طبعا جيجي يلا تعال، يلا تعال جيجي، هسه راح اشوفك هذا المكان السري. اسمعني، انا راح اختنق، ايش قاعد يصير؟ تعال تعال، انت بدك تهتم، شوف بس انسدت البوابة حتى كل هذا المي راح يختفي. صحيح هذا المكان اسطوري. طبعا قاعد شو جيجي، هذا الصندوق السحري، هذا البي كريستالة، احنا لازم نحافظ عليها، مستحيل نطيل اي احد. يا الكريستالة اسطورية، معقول هاي اي شخص شرير يحصل عليها راح يصير كلش قوي. بس جيجي هاي الاشرار ما يصير نطيهم يا ابد، حتى لو عدنا بحاضر جيجي ايش قد عندنا دايم امرالد جولد، بس هذا اصلا ما نستخدمه حتى ما نحتاجه. بس بحروني ارجوك، انا اريد اخذ من هذا، انا كلش عجبني. ايش تقدر تاخذ؟ ايش قد ما يعجبك دايموند تقدر تجمع. هسه انا اخذت هذا الدايموند واخذت هذا الامرالد. شوف جيجي صح لازم نطلع ونراقب ايش قاعد يصير بالمدينه، يلا تعال. اوكي اوكي. ايه هساني قاعدة من الصبح وقاعدة انتظر التنين المائي، بس ما اعرف شو وقت راح يحضر. انا قاعدة انتظره ولازم ننفذ هذه الخطة ويتخلص من رانيا. هساني وصلت يا سيدتي. كل زياد قرب التنين المائي، شوف اسمعني يا تنين المائي، انا محتاجة لكم مهمة وانت لازم تنفذها، لازم نتخلص من هذه رانيا حورية البحر. رانيا حورية البحر؟ طبعا سيدتي طبعا، انت قولي لي على المكان واني وعدك راح اقضي عليها. كل زين، مكان قرية حورية البحر، لازم تروح على هذه البنت رانيا وتقضي عليها، ولازم اتخلص منها حتى الكريستال راح تصير الي. سيدتي انا وعدك راح انفذ هاي المهمة على السريع، بس راح استعجل، يلا خل اروح. ايوه اخيرا رانيا راح اخلص منك الابد، واخيرا ساني كلش فرحانة. يا ساني تقربت على هاي مدينة حوريات البحر، واني راح اقضي على هاي رانيا وانفذ مرادته من عندي الساحرة. ولازم استعجل على السريع، يلا خل استعجل. يا ساني قاعدة من الصبح حتى قاعدة انتظر جيجي، وبس جيوم كلش تأخر، بس هشو مش قاعدة تصير. يا اني جيتكم يا حوريات البحر، واني راح اقضي عليكم. مستحيل، هذا التنين المائي، لازم استعجل روح جيجي حتى يساعدنا. جيجي جيجي. واو ساني كلش فرحان، لان اني صار عندي هذا البيت، حتى انا حوريات البحر قاعد يعتنون بيه، واي شيء اريد قاعد يوفروا لي، مو مثل قرية البشر اني كلش اضوج من عدد. جيجي جيجي ايش قاعد يصير؟ ما اعرف من قاعد يصيحني، لازم استعجل على السريع، يلا خل اركض. يا ساني قاعد انتظر جيجي، بس هذا التنين كلش مرحب. جيجي يا ساني جيت. شنو؟ لا مستحيل، هذا التنين عملاق، هذا من اللي هذا التنين؟ حتى بدا يقضي على كل الحوريات، انت لازم تساعدنا جيجي، ولازم نقضي عليه انا وياك. يلا جيجي استعجل. طبعا، يلا تعال يا تنين يا شرير، انا راح اقضي عليك. يلا روح، يلا موت، يلا يقضي علي، يلا عافية عليك جيجي، اقضي عليه. يلا موت يا تنين. واو جيجي قضى على هذا الوحش الثاني، واو حتى أنا كلش فرحانة. شوف رانيا، أنا قدرت أنتصر على هذا التنين وقدرت أحميكم من هذا الوحش العملاق. يعني جيجي أنت كلش أسطور جيجي، اسمي راح يجي مايك مايتني، أكيد راح أقول على ذا الشيء حتى راح يفرح، حتى راح يقول أنت أحسن حل أن تبقى ويانا بهذه القرية. لا يا قمر، ايش قاعد يصير؟ شلون قدروا يتخلصون من هذا التنين المائي؟ مستحيل يصير هذا الشيء. سيدتي هذا البشر يقدر يقضي على كل وحوشك. ايش راح اسوي هاني؟ والما يصير اسكت حتى خلص كل وحوشي، زين ايش راح اسوي؟ سيدتي انت مستحيل تقدرين تنتصرين عليهم. شنو يا قمر؟ تقول مستحيل اني انتصر عليهم، مستحيل اسمح لك انه تحكي هذا الشيء، مستحيل حتى اتخلص منك.
بس ايش راح اسوي؟ حتى ما راح اقدر احصل على كريستاله، حتى انا كلش حزينه. يا سجي احنا قاعد ننتظر، انا قاعد اشوف الملك اجى من مسافه بعيده. يبا سوي وصلت. مرحبا رانيا. اهلا اهلا يا ملك، رجعت من هذا البشري. ويا ملك انت ما تعرف هذا البشري اصلا نقدنا، نقدنا من التنين، حتى نقدنا من القرش. هذا الساحر اللي ارسلته حتى رضت تتخلص من عندي وهم نقدني. اي صحيح يا ملك، انا اللي دافعت عن هاي القريه، بس انا وعدك انا مو بشري شرير، انا راح احميكم. إيه طبعا يا ملك انت ابدا تهتم، هو انسان كلش طيب حتى راح يساعدنا. هاي كل الزين، اذا انت دافعت عن القريه وحميت قريه الحوريات البحر، انت تقدر تبقى ويانا، حتى انا راح اتكافئك وراح اعطيك دايموند هوايه. سمعت جيجي راح يكافئك، حتى راح يعطيك دايموند.